باقية ناعسة يا اختي، قلبك وارد. جمعي ديك الشعكاكا وجي نقي لك ودنك. قالت لك واحدة واقفة على الطلاق، فعل يعني حتى توقفي على الطلاق عاد وتنوضي تجري وتجري. قال لها واش تعرف تصلي ولا تعرف تشهد؟ قال لها لا ما نعرفش. قال لها كل طفر طفر طفر، خاصك تجري طوالك قبل ما توقفي في المحكمة. فهمتي؟ كنتي لاباس عليك غادي يطلقك، كنتي حازقة غادي يطلق. ياك ما حسبتي راسك غادي تعجني وطيبي وكسمته دايرة زيف، غادي يشدك هذاك الحب. العربي راه ما عنده قلب، حبه راه تحت سروالو والسارو تشده موخت. فهمتي؟ عندك تخلط. اللهم كنتي سحار ولفعة، واللي ضربك تلدغي، لا عقل عليك حتى شي واحد، لا داركم ولا راجلك. نقولها لك عندك تقول السلام عليكم، كي داير؟ بخير، نتوما لاباس عليكم؟ صبحتوا لاباس؟ كي دايرين؟ كي داير الاحوال؟ بزاف اللي قال لك رانا واقفين على الطلاق اليوم يا اختي. تاني كي نتوما العيالات ما تعرفوش تصرفوا، بزاف اللي غالطين، وسيرتو هنا بنات اوروبا نرجسيين، عيالات نرجسيين. غادي نقول لكم على نرجسيين، كتنط تعصب وتدبز هي وداك الراجل وما تخلي له ما تبقي له، وسيرتو لجبتها من المغرب، جبتك ونقيتك ودرت لك المستقبل ودرت لك وفعلت لك ودركت لك يا اختي، دغت له من يدي رجلي. لكن داك الراجل اللي الكلمة كيديرها هنا، والراجل بحال الكلب كيشد الحقد ويدسها هنا وما ينساها لكش، واخا تجيبي مع محمد وخالد وكاع حد ولد تولدي معاه ينكرك في المر. كاينه تاني كي اللي تمشي تعيط لها للبوليس وتوصلها للبوليس وتقول لك غادي نجري. راجلك شتيه داير الخيانه الزوجيه، او الله صاحبك داير الخيانه الزوجيه، ما تسبيش ما تطرديش ما تجيبيلاش البوليس، عدو ديري حداك وعلفي، دير له واحد المجاور ديال البهايم ديال الحمير. شتي المجاور داك اللي يحطو فيه الماكله؟ هذاك هو المجاور. من المعود العربيه ما تفهموني، دير له واحد المجاور وبقى يتعلم فيه. حسي مسي، ديري راسك حمار ما فاهمش في الدنيا، عين شافت وعين ما شافت. لان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما لاباس؟ سمحوا لي الصباح كنت غادي نطلع لكم الفيديو، لكن يا اختي جاوا الخدامه وجاو تنكي اللي صار لها، والخدامه جاوا يدير الماكينه. سمحوا لي غادي نطلع لكم الفيديو. قاتلك يا خويا وحدة تما يا اختي، ما نعرف نضربها في العقل. قاتلك يا اختي الحب كيجي مع عند الله، ما كيجيش بالسحور يا اختي. واش متخرجة حقوق ولا علوم؟ والله مقعلوبة على قعنة راسك يا اختي. راه العربي ما عندوش القلب وما يعرفش الحب وما يعرفش يعيش الحب. عنده 5 دقايق في الناموسية، ما يخليك تجيبي حتى الرغبة ديالك، حاجة خاصها يجيبها غير هو. كاين ولا ما كاينش؟ كاينه المرا عندها الرغبة ديالها بحال الراجل، لكن كيمنعها حتى يلقاها مسكينة كتكمل في الطواليت. كاين ولا ما كاينش؟ قالت لك يا اختي لا. اللهم كنتي سحارة ولفعة، واللي ضربك تلدغي، الله لا عقل عليك لا والديك ولا المجتمع، حتى صحاباتك ينكروك. يقول لك هي طلقت وبغات لنا رجالتنا او الله ولادنا، وحنا عندنا واحد العالم جاهل كلخ، حتى اللي قرا زاد تكلخ واللي ما قراش زاد تكلخ. فهمتي؟ جري طوالك، ماشي حتى توقفي على الطلاق، جري طوالك. كنتي زينه غادي يطلقك، كنتي شينه غادي يطلق، كنتي لاباس عليه غادي يطلق، حاسقه غادي يطلق. فهمتي؟ شوفي الى ليتك كيدير، ضل يجري، كتغلط الصدر، كتغلط الهردوسيه، كتغلط المنطق الحساس، كتغلط حنوكه ناتفه مصاوبه معدله. وانتي يا اختي علاش؟ يعني هذاك الراجل يا اختي يمشي يخدم مع الزوفريه 24 ساعه، خدامها مع الزوفري، كيجي يلقاك يا اختي لابسه البيجامه من الصباح حتى كتمي، يعني الانوثه مشات لك. كيخدم مع محمد
وحامي وخالي في الكامبو في الفلاحة، وكيجي يا اختي كيلقى يا اختي مخازني جايبينها متندرارة ولا مبعرفة، محطوط تما بالبيجاما والبونوار وريحتك داير، يعني لا لابسة سوميس لا شارية تاني كين سليب يا اختي، لا شارية سليب ولا شارية سوتيانات ولا دايرة مكياج كلالك، ولا نتفخر لك الشعر كتر من العتو من لهنا ومن لهنا ومن لهنا مزخرة يا اختي. وتقولي الراجل علاش باغي يطلق وراه كتر الخير، شوف البنات اليوم يصاوبوا ويعدلوا كل شيء، علاه انتي شارطين عليك يا اختي باش تعجنوا ولا طيبي؟ لي يا اختي ياكلوا الراس، راهي طيبتي لهم ما يعقلوا عليك، ما طيبتي لهش ما يعقلوا عليك، الله يفصح حتك يطريك، ماشي حتى توقفي على الطلاق عاد وتقول يا ابراهيم راني واقفة على الطلاق، واجري طوالك يطريك قبل ما تطلق، الراجل علل فيه كل يوم علل فيه يعني وكليه، فهمتي؟ لأنه يهرب يهرب، دار الفلوس يهرب، حازق يهرب. خرجي انت ويا هلال دايره زيف ودايره الجلابه يا اختي، ما قلتلكش عاود تاني كنطيحو عليا تقول قلتلك وتقشطو لك. خرجي انت دايره الزيف وجلاب، لكن راقبي راجلك ولا صاحبك، تلقى غير ماشي ومدور، تلقاي هذا من تمشي للدار تلقاي القميجه ديالها توسخت من لهنا بالتبركي، هذه عندها العرتوسيه، هذه عندها الصدر، هذه عندها الشنايف، هذه لابسه مزيان من هذا من تلقاه، والله يقول لك انت تمشي من لهي وهو يتمشى من لهنايا، انتي شاده اليسار وهو شاد اليمين، والدراري شادين وسط الطريق، يعني مستعمرين يا اختي الطرق. يا اختي قلت لك حب، قلت لك ما يجيش الحب، اللهم اجري كي مراه شد فيا نشد فيك، راجلك غير تغفلي طيرها لك، كل يوم سيرتو بنات اليوم ما بغاوش ولاد اليوم، قلت لك ما يدير حتى شي حاجه اخرى، تدي لك انت هي اللي مزوجك. راه عندي انايا هنا كاين اللي جابت اختها من الدول العربيه ودات لها الراجل وحملت معاه ولدته، وكاين اللي جاب خوه من المغرب ومن الجزائر ودا لها المرأة وقالت لها البازكولا راه عندي غادي نهدرلكو عليه. إيوا تسني انتي اللي براه ما بقات، كاين اللي جابت صاحبتها، كاين اللي جابت بنت خالتها ودات لها الراجل. اليوم يا اختي كي قالك بني قيل بني او قيل، إلا ما كانش عندك لوتات وكانت عندك يا اختي العمد ديال الخيمة يسوسو جدك ويخليك في الستر، بالله عليك غادي شوفي التريكة، غادي تجيبي صورتك وصورت الراجل ديالك، هادو التصاور ديالي، شوف هادي كنت في حديقة ديال الحياة وكنموت على الحياة، وهذا الكليب ديالي، غادي تجيبي صورتك وصورت راجلك عندك ديري تصاوري. أولا صورتك وصورت الخطيب ديالك، أولا صورتك وصورت ولدك، هادي فيها رجال وعيال، التاني كاين الراجل كتلقى ولادها هاربين عليه، أولا ولادك أولا بناتك ما يسلموش عليك، أولا بناتك فيها ولادك وبناتك ورجالتك، وخلط وجلط وحد الله. غادي نجيبو يا اختي ونجيبو المي عالسائلة، هيا هادي راه جايين من بلادها فهمتي، ايرلندا، هادي المي عالسائلة فهمتي، هادي صيفطيها لي بنات ايرلندا لان هي كتجي من تما فهمتي، هادي المي عالسائلة، حنا غادي نطلصو من لهنايا وغادي نطلصو صورتك وصورت راجلك ولا صورتك وصورت صاحبك اولا صورتك وصورت ولدك ولا صورتك وصورت بنتك فهمتي، ونديرو الوجه عند الوجه. غادي نجيبوها قصرية يا اختي، من نهار داروا لها القصرية قصروها على شكل خلاونا تمشاو لا شرط من توفين مش توفين، انا كنقول لها القصعة وكي نقول لها القصعة ما يفهمهاش، القصعة هي هادي ديال الطين، نديروها هنا ندير التصاور شوف وجه لوجه، الكراهية دير الظهر عندها، اما كي سميتها في المحبة وكي سميتها في الوجه عند الوجه، شوف غادي ديريها هنا. نجيبو الما بارد، جوج يوطرو ديال الما بارد، هذا كيقول له الصبر والمر، هذا الفاسخ الاسود حجر قاهر الجن، الجن يقلع على والديه هذا فهمتي، هذا كنخدم به كلش وكنكتب به، هذا غادي تجيبيها ها هي حجر شتيها حجر، هذا لو كان عندك الجن العاشق ولا كيما كان ولا الجن ساكلك في الرحم غير حسها هاك وغير شويه ما تحسيش ما تضركش على لسانك لانه مر مر ويتمشى لك كاع في الجسد ديالك، ديريها نهار مر نهار تخرجي على جدها، لا رقية ولا معزانة نديرو فلوسك، غادي نديرو غير طوبة صغيرة، شدو هاد الطوبة صغيرة ودرنا الما البارد نحطوها هنا، إذا كانت عندك السبحة اللي تسبحي بها ديريها تاني كنين، تخليه يطلق ليلة كاملة، الصباح غادي نخرجو نخرجو هادي إلا ما دابتش، لأن ما نديروش الماء سخون، الماء بارد سمعوني، نديرو هادي نخليوها هنا لأن نخدمو بها مرة أخرى، نخرجو التصاور نشفوها بالسيسوار ولا نشفوها على الشمس. غادي نجيبو هاد الماء اللي هنايا اللي باتي فيه التصاور، غادي نشدو
ونسقيو به شي شجره او لا عشب او لا رميوه في الواد ولا في البحر او لا الطريق اللي تمشى معها الناس، فهمتوا؟ عمرو شي قرعه ونرميوه كسميت، سالينا من هادشي. باقي لنا التصاور، نشفناه خليناه وجه عند وجه، وجه عند وجه، فهمتي؟ نجيبو فوتوكوبي ديال العقد ديالك اللي نهار اللي عقدتي انت وديك بركابيه الدريكه اللي غا حله فمك اللي جات تحكي لها يضحك لك، غادي نجيبو وندير له فوتوكوبي. الاصلي ما عندنا ما نديرو غير الفوتوكوبي، غادي نكتبو هنا صمو البوكم تكتبي عطيني في التصاور تكملي الايه كامله. شدي التصاور ديري له هاكا بجوج، غادي نجيبو ديك السبحه ديالك اللي تسبحي بيها. الا كان عندك ذاك السكوتش الابيض هذا تفوتي عليها من لهنا ومن لهنا ومن لهنا، فهمتي؟ او غادي نديرو ديك السبحه ديال يعني. غادي نديروها في بلاصه الثلج بالعيله الحنافس رقدت بها شحال نطلقها، هما بنات الطاليان بنات فرنسا بنات المانيا شاهدين وبنات امريكا، فهمتي؟ وتخليها ثاني كاين الكاغد تكتبي في الدار ديالك فوتوكوبي ديال العقد تكتبي فيها قسم البكم كامل، فهمتي؟ وديريها في الثلاجه ليها في السبحه ديالك، غير لا برد الطلاق وما بغاش يطلق هو لا عاود تخرجيها ودسيها، ما تيقيش دسيها تحت الملابس ديالك كيما راه، غير هو تاني كين يعاود وعاود يرجعيها. سي فيني بايا شيري، هذا هو الصبر والمر، راه في كل دولة، كل دولة فهمتو الصبر ولا المر، ولكن الأصل ديالها كيقول ليها المر. كنت المرة قاهرة الجنوب دقة اه بس دابا نرجعو عليا زلافتك وتهلا في رجالك وانت تهلا في مرتك. هاي بايا اختي الله يجمع بيناتكم.